السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نستهل هذا الحفل بآيات من كتاب الله الحكيم يتلوه خالد سالم يسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. الآن السلام الملكي ونأمل من الجميع التكرم والوقوف. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. أراد لنا الوحدة فكان لنا فيها خير وعز وقوة وضمان. وبعد الوحدة بدأ البناء فشيدت المدن والجامعات والمستشفيات وأشد الاهتمام كان في بناء الإنسان. فغدت بلادنا متقدمة في كل المجالات وصور مشرفة في كل زمان ومكان. فاللهم لك الحمد والمنة. ونسأل الله تعالى للملك المؤسس الرحمة والمغفرة وأعالي الجنان. ثم الصلاة والسلام على رسول الله، فصلوا عليه يا حاضرين وسلموا تسليما. أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، يسرني وباسم الراعي الرسمي لهذه الاحتفالية سعادة العقيد شاعي المرزوقي الترحيب بكم في أمسية وطنية ستكون بالتأكيد متوهجة بوجودكم ومشاركاتكم، ونرحب بكم أيضا باسم مركز حي السامر. إنه اليوم الوطني 89، حيث نستعرض ونستذكر تلك الملحمة التي قادها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
وانتهت بتوحيد المملكة العربية السعودية والحمد لله. والكلمة الآن لسعادة العقيد شاعي المرزوقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالجميع، يا مرحبا يا مرحبا. واعذرونا على التقصير إن كان حصل منا تقصير غير مقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة يسرني ويسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب، فيا مرحبا بالجميع. أخواني الأعزاء، في هذه الليلة نحتفي بمناسبة عزيزة على كل مواطن سعودي وكل مسلم وصديق، تتكرر علينا كل عام مرة واحدة إلى أن بلغت هذا العام 89 عام. هذه المناسبة هو اليوم الوطني، هذا اليوم الذي يذكرنا بتوحيد أعظم كيان يسكن في قلوبنا قبل أن نسكن في قلبه وأرضه، والذي يحتم علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على توحيد هذا الكيان. وما التفافنا حوله منذ بدايته من الصفر إلى أن وصل إلى مصاف الدول المتقدمة إلا دليل محبته. ومن باب الجميل بالعرفان، لا يفوتني أن ننسب الفضل لأهله الذين بذلوا الجهود الخارقة إلى أن تم إنشائه من العدم إلى الوجود. وأعني بذلك مؤسس هذا الكيان المغفور له بإذن الله، صقر الجزيرة، الملك عبد العزيز. الذي لم يألو جهداً في سبيل بنائه رغم وجود العقبات الشبه مستحيلة التي كانت تحول دون طموحه وخطط المستقبلية، ولكن بتوفيق الله له استطاع أن يبني وطن يضم شعب كان في السابق شعوب وقبائل متناحرة لا تفصل بينهم إلا السيوف والقتل والقتيل، ويكون البقاء للأقوى. وقد سار على نهجه أبنائه البررة الذين واصلوا المسيرة ووضعوا الخطط التي تتوافق مع متطلبات ومتغيرات العصر، إلى أن تم تطوير الوطن في جميع المجالات التي تخدم المواطن وترقى به إلى أعلى درجات العلم، التي كانت في يوم من الأيام حلم من الأحلام لكل مواطن، وأضحت حقيقة نعيشها بين ظهرانينا وفي حياتنا العملية والأسرية. الأخوة الأعزاء، لا يفوتني أن أذكركم وأنتم أعرف مني بالأحداث التي تحيط بنا من مشاكل وحروب، وحروب دمرت بلدان بأكملها وشردت شعوبها لأنهم صدقوا أعدائهم وتواطؤوا معهم، أو أنهم خانوا أوطانهم عندما أعطاهم الأعداء وعود كاذبة لتحقيق متطلباتهم في حال تعاونهم معهم. وعندما تم للأعداء ما أرادوا، أول من تخلصوا منهم هم الخونة، واستولوا على ثروات البلد وشردوا أهله في أصقاع العالم. وهذا لن يتم بإذن الله عندنا، لأننا رجال بمعنى الكلمة، لا يمكن أن نرخي آذاننا لسقط المتاع من البشر. ومن هنا، ومن هذا المنطلق، واجبنا ودعم قادتنا
الذين أعطيناهم البيعة والولاء والسمع والطاعة في المنشط والمكره في غير معصية الله، وهم إن شاء الله بعيدين عنها. كما أننا ندعم كل القرارات التي يصدرها قائد هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقهم الله وسدد على طريق الخير خطاهم. كما لا يفوتني أن ندعو لأبطالنا على الحد الجنوبي بأن يسدد الله رميهم، وأن ينصرهم على عدونا، وأن يرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين. وفي الختام لا يفوتني أن أجدد الترحيب بالجميع الذين اجتمعوا من أجل الوطن وفي حب الوطن، وأن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها الحضور، السعودية الأولى على مستوى الدول العربية في عدد براءات الاختراعات، والتاسعة عالمياً، وبها أكثر من 40 جامعة، وبها أكثر من 30 مطار، والكثير الكثير من الإنجازات التي يحق لنا أن نفخر بها ونحتفي بها سنوياً. الكلمة الآن لرئيس مركز حي السامر الشيخ بسام أخضر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الأستاذ شاعي المرزوقي الراعي لحفل اليوم الوطني 89 للمملكة لمركز حي السامر التابع لجمعية مراكز الأحياء لمحافظة جدة حفظه الله، الإخوة الفضلاء سكان أحياء شرق الخط السريع وضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذه الأيام وقبل 89 عاما بدأت المملكة العربية السعودية رحلتها نحو النماء والتنمية، بعد أن توحدت رايتها ورؤيتها تحت قيادة المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الذي كان حرصه الوحيد الاعتناء بهذا الوطن والحفاظ عليه وعلى وحدته وأمنه وأمانه وتنميته عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا. واليوم وبعد مرور هذه السنوات التي شهدت خلالها بلادنا نموا اقتصاديا متميزا في شتى المجالات جعلها في مصاف الدول الأكثر نموا وواحدة من الدول العشرين اقتصاديا، فبهذه المناسبة الغالية على كل مواطن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله، وللشعب السعودي ولسكان أحياء شرق الخط السريع بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية. كما أجدها فرصة كي أؤكد على عزم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية والمشاركين ورؤساء اللجان بمركزكم مركز حي السامر التابع لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة على مواصلة البرامج وتقديم أفضل ما لديهم من نشاطات وجهود تخدم سكانها، محققين شعار هذه المناسبة همة حتى القمة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وكل عام وطننا الحبيب بكل خير. شكرا للحضور، شكرا لمركز حي السامر، شكرا للراعي الرسمي للأمسية على إتاحة الفرصة. الأمر الثاني، نأمل يعني من الحضور الكريم أثناء الشيلات التفاعل، ويستاهل الوطن التفاعل. هنالك شيلتين وطنية، الأولى من كلمات الشاعر شعيان بن شعوان البقمي، أداء الشاعر عايد الطشل، يليها شيلة أخرى كلمات وأداء الشاعر عايد الطشل، وأسعد الله مساءكم جميعا.
عود عيدك يا وطن بعز وكل عيد شامخ منا شي مجدك نجوس وحقرا في دار من يحكم الشاورة والراية السدد صير ميلا علاق راس مخلا بفرا صير ميلا علاق راس مخلا بفرا رم رفي يا راية العز والمجد تند هلك العن صلف لها بايا بعون الله ذرا رم رفي بعلى المجرات وشعرك فرد ما على سبع السماء تبغى فصدته العرق والطيب المثل سرها من فوق راس الخمين بسفرة لو صلينا لفطهم صي صالين الحديد التعب غيره ويا أخ شي جواري ما جرى خلها عيدين ما دام مقربت البعيد أحدث طراز ملاكناه بيع ومشترى لو سألت الشعب عن من وته واللي يريد دقة حصن الخمين بصار وخنسرة دقة حصن الخمين بصار وخنسرة رم رفي يا راية العز والمجد تند هلك عن صلف الحبايا بعون الله ذرا رم رفي بعلى المجرات وشعرك فرد ما على سبع السماوات نور ام القرى تحت رمز للجلالة بجزلة القصيد في فرح دار الربانة شيوخ ومرى خطر في ابيات للبيدان عيد لين تنقلها السروات من علي كرى عاد عيدك يا وطن بعز وكل عيد شامخ مناش مجدك نجوس وحقرا في درى من يحكم الشاورة والراية السديد صير ميلا على قراس مخلب فرا في درى سلمان سلمان للرأس العنيد من يعاند صير ميان على العسر ضرا انت خافيها اليمن تبغى فصدته العرق والطيب المثل سرها من فوق راس الخمين بسفرة لو صلينا لفطهم صي صالين الحديد حتى